أجمعين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه، جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته، وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه، الولي المطلق والشفيع المطلق، سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، فإن الدنيا خضرة نظرة لكن واقعها جيفة قذرة، فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في هذه الأيام، أيام محرم الحرام وأيام عاشوراء الحسين سلام الله عليه، نستقبل هذه الأيام بحزن ومآسي، نستذكر فيها واقعة كربلاء التي غيرت الدنيا لما حل فيها من مآس وويلات على فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله. وما في شك أن سيد الشهداء كان عنده رسالة في هذه الخطوة التي غيرت وجه التاريخ، ومن أعظم رسالته صلى الله عليه هي هداية الناس، وهي إنقاذهم من الهلاك والضلال إلى النور والهداية. لأن الإنسان بطبيعة الحال يسعى إلى السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، لا شك ولا ريب. في هذه الآية المباركة كشفت لنا سرا خطيرا ما يمكن أن نحيط به لولا القرآن يكشفه لنا. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والخطاب للمؤمنين، ما قال يا أيها الناس، أيها المؤمن قوا، أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أنت مؤمن لكن ممكن بعدين تروح للنار. ويذهب إلى النار أي نار؟ قال: وقودها الناس والحجارة، وكأن نارا جهنم مثل البراكين، وقودها ناس لها وقودان، وقود بشري ووقود حجري، يتشبه نار البراكين، وإحنا محتاجين نار البراكين حتى نحترق، عود ثقاب يخلصنا كافي، مو؟ فشو تهويل عجيب خطير، والله ما يبالغ جل جلاله، شرح حقيقتها هذه. ألا بؤسا وتعسا لا يدخلها إنها إلا الشقي، نعم. لكن شوفوا هاي الآية وين خطورتها تنبع؟ تنبع في إلقائها مسؤولية إضافية على المؤمن. قال: قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أنتم مكلفين أن تحصنون أنفسكم من النار بعد، وعليكم مسؤولية أخرى، أهليكم، أنت الأب، أنت الأم، أنت الزوج، أنت الزوجة، أنت الأخ، أي كل واحد عنده مسؤوليات. الله سائلك عن مسؤولياتك، قد ما أعطاك إمكانيات وقابليات ومسؤوليات، الله سائلك عن هاي المكنة، هاي الإمكانيات، ليش ما استفدتها واستنفذتها؟ أم الأب مطالب منا أن يحفظ نفسه من النار، أن قوا أنفسكم. بعد قال: وأهليكم، أيضا واجباتك تجاه أسرتك أيضا أنت مطالب، إن الله سائلك عنهم. الإنسان زين يخلص نفسه، بعد يسأل عن عياله،
شايفين بعضهم يفرح يكثر بهالنسل هذا، والله يزيده ويبارك. قد عندك أطفال؟ قال عندي 9. تسعة؟ أنت شنتين تسعة؟ يعني 9 أسئلة، 9 تكاليف تفرح. واحد يسولف يقول في العراق رأيت طفلة تبحث في القمامة، يقول حزني هذا الموقف، فذهبت إلها، يقول رحت عليها شافتني الطفلة وحافية، يقول فرت شردت ساكنة بعشوائيات، يقول فأنا تبعتها إذا ساعدها، يقول دخلت فرد بيت خربة يعني، طرقت الباب، يقول خرج لي واحد شحط كبير واسع الصدر وعنده طفل، شايل له طفل. خير تفضل؟ قلت له أكو طفلة دخلت. قال إيه هاي بنتي عملت لك شيء؟ قلت له لا بس أنا شفت موقف تعبني شوية، شفتها تأكل من القمامة. قال إيه والله مو أنا عندي 9 أطفال وأمهم حامل وأنا عاطل عن العمل. تفضل شحط كبير. قلت له أقول لك إذا أنت هيجي ما عندك مكنة تعيش نفسك ليش خلفوا 9؟ قال شو أسوي غير نسلي؟ أخلي نسلي يضيع يعني؟ غير أحفظ اسمي جيناتي؟ قلت له أنت من أينشتاين إسحاق نيوتن تخاف على جيناتك تنتهي؟ فعلا يقول لاحظ شا غير جيناتي، جيناتك شنو؟ غير أنشر نسلي، نسلك منو أنت؟ شنو نسلك؟ شنو قيمتك على الأرض؟ لاحظ ثقلك شنو؟ أنت ما تقدر تعيش نفسك تجيب لك 9؟ فهذا مطلب غريب يعني. هذا يا حظي 9 تكاليف عليك، قو 9 مرات يجيك هذا، أنت فرحان تكثره؟ هذا تكثير زمان الذي كان المنطق فيه للكثرة، اليوم المنطق مو للكم، للكيف. شايف حضرتك؟ للكيف. تشايفين مثلا الآن المكنة الدول، في الزمان السابق الدولة تفتخر بتعداد جيوشها، السابق من كان الحروب مواجهة سيف وعدة وعدد، كانت الحروب مواجهة إذا تحتاج شنو؟ عدة. فيقول لك جاءنا بجيش قوامه 100,000، شلون يواجه جيش قوامه 10,000؟ ما يمكن. لاحظ لأنه القوة كانت معيارها الكمية، اليوم الدنيا مو كمية، كيفية. الآن الدول تحزن لما يصعد عدد سكانها، تقول لك أوه هاي مسؤولية، تعبني لهم مدارس ومعامل ووظائف، 5 مليون كافي، 10 مليون كافي. حتى الأشرار بدأوا يفكرون يقرضوا لهم فد مليار، من الآن البشرية 8 مليار. لاحظ حضرتك يقول لك خلينا نقرض لنا فد مليار مليارين، وإلا هاي الثقافات اللي قاعد تطلع الجندرة وأمثالها والحروب التي تصنع هنا، شنو هدفها؟ شفتوا هذا المسؤول أو المسؤولة اللي طلعت قبل كم يوم قالت البشرية قاعد تصعد لويش؟ يعني تأشر فد إشارة، خلينا نوخر لنا فد مليار مليارين. أكو هيك أشرار يسوون. لاحظ حضرتك ليش؟ لأن يقول لك المعايير مو كم، المعايير كيف. والله تخلف لك واحد تتعب عليه وتطلع ناجح بحياته أفضل ما تجيب لك 5 مخربطين. إيه صحيح. لذلك هاي الآية تخلي مسؤولية على شنو؟ على كاهل الآباء والأمهات. أنت مو بالضرورة تكثر وإنما نوع. لاحظ حضرتك هذا صحيح، لأن اليوم معيار الكيف وليس الكم. شوف دولة قوام شعبها 5 مليون تحارب لها دولة قوامها 100 مليون، ليش؟ وتنتصر عليهم ليش؟ عندها إمكانيات، عندها إمكانيات أعظم من اللي 100 مليون، وهي دولة متخلفة. اليوم الكيف وليس الكم. هاي الآية بها إشارة أيضا على أنك أنت لا تكثر مسؤولياتك يا رجل، أنت يا دوب تنجو بنفسك، ليش تزود عليك تكاليف؟ أنقوا أنفسكم وأهليكم، كما أنك مطالب أن تحفظ نفسك من النار احفظ عيالك. لاحظ حضرتك. والسؤال كيف أحفظهم من نار وقودها الناس والحجارة؟ كيف؟ هل مطلوب من عندي أن أعرف حقيقة الدين كما يريده الله؟ ومن شلون أعرف أنا؟ وين من يقدر يحيط بالحقائق؟ إنما نأخذ هذه الظواهر. ولذلك إخواني
من أفضل السبل لتحصين أنفسنا شوفوا هذه الفرصة اللي قاعد تجينا الآن، فرصة عاشوراء، فرصة محرم، مو بس إن حتى لأطفالنا وأولادنا وعيالنا. هذا الطفل يا حرام تتوقع يعرف حقيقة نهضة سيد الشهداء؟ ليش احنا ندرك معاني سيد الشهداء؟ السلام عليك يا من سكن دمه الخلد. احنا نقدر نستوعب هاي العظمة؟ ما نقدر نستوعبها، حتى هذا الطفل البريء يستوعبها. غاية ما هنالك ممكن ان يعرف سيد الشهداء عن طريق العاطفة والحب، طبعا العاطفة الواعية، هو يجي يشترك بهاي المجالس، مجالس اللطو، مجالس العزاء، بالطبخ، بالقعدة، بلبس السواد. وم هذا الطفل يبرمج حاله كل سنة عنده هيك مجتمع، بعضهم يحب هاي المظاهر. ولذلك لا تنزعج من الطفل يمشي ويلعب بالمسجد ويروح هنا خليه، هذه فرصة إلى أن يقيم علاقة بكل بحسبه مع سيد الشهداء، يأخذه ويحفظه إليك الحسين إن شاء الله. بدل ما تروح الخوارزميات هي اللي تربي كرذمس، يربي الكرذمس، انت ربي، خلي الحسين يربي. شايف؟ شايف هاي؟ اليوم اللي يروح على تاك توك، طفل بيروح على التاك توك، او انت روح جرب حضرتك على التاك توك، تروح تلقى مواقع انت تريدها. من وين انت ما طلبتها؟ هو جابها لك، الخوارزميات الكرذمس جابها لك، لان يقرا افكارك. الان هذا الذكاء الصناعي وصل الى مستوى خطير، يقرا عقلك، يقرا مشتهياتك. شوف فرد صفحه انت فاتحها على الفيسبوك كاتب بها عمرك وجنسك، ها، وافرض دولتك، هو يقوم يجمع هاي البيانات. لما تدخل على موقع افرض للسياحه، موقع على الطعام والاكل، يقوم يجيب لك بعد مواقع تشبه هذه، لان قرا افكارك. خوارزميات كرذمس، فشي خطير، عقل صناعي، الذكاء الصناعي. بعد تخيل طفلك عمره 15 سنة ويدخل والخوارزميات تلعب بي كل ساعة، تفتح له أفق، تفتح له أفق وتاخذ به البحر. هذا انت جنابك تربي؟ لا، الخوارزميات تربي، كرذمس يربي، شي تقدر تواجه. ومتخيل إذا يضيفون فرد أمر بسيط للكرذمس، للخوارزميات، إذا يضيفوا لها فد أمر على أنه أعطوه معلومة ثانية غير هو اللي طلبها، اللي إحنا نريدها، ذكاء صناعي، ويفتح له فرد نافذة وين على ثقافة معينة، على الجندرة، على الإلحاد، وياخذه. وانت حضرة جنابك ما تدري شنو الموضوع، هو قاعد بغرفته قاعد يدرس. تخيل القصة شنو؟ أسئلك بالله، منو هذا يقدر عليه؟ إحنا نقدر عليه نواجهه؟ لا والله ما نقدر نواجه هيك شيء. هو جيد هذا الذكاء الصناعي، استفيد من عده، ولكن ادخل عالمه بحصانه. هن ذني حفظا لما يجي يشترك في هاي المجالس، في هذا الطود العظيم الشامخ صلى الله عليه ابو عبد الله، الطفل يتعلق ويحب الامام الحسين. ماكو انسان ما يعرف عظمه سيد الشهداء الا ويعشق الحسين صلى الله عليه. لاحظ، ولذلك شقد جميل واحد يكتب قصص للاطفال عن ابي عبد الله، شقد جميل واحد يكتب قصص عن أولاد سيد الشهداء، عن علاقته مع الناس. وفد شيء عجيب، اليوم أكو موسوعات بلغت حتى 600 مجلد عن الحسين سلام الله عليه. موسوعة الإمام الحسين الله يحفظه الشيخ الكرباسي كتب قريب 700 مجلد عن الإمام الحسين مكتوب، موسوعة الإمام الحسين اسمه. تتخيل هاي شنو معناته؟ ثورة من المعلومات والمعارف. طبعا هذا واحد، كتاب واحد، مؤلف واحد، جهد فردي واحد. تخيل إيش قد أكو الآن موسوعات، دراسات كتبت. يجي طفلك ما يعرف شيء عن الإمام الحسين، ايش تتوقع؟ الله لا يسألك عن ليش قصرت. مو هذا. إذن يا أخوان، لا ينبغي للإنسان أن يزهدن في هذا في هذه الأيام، أن يجعلها فرصة ليحصن نفسه أولا ويحصن عياله ثانيا بالمعارف والوعي والدين الحق، لكي يقي نفسه وأهله نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك هي أيضا مسؤولية أصحاب المنابر والذين يرقون الأعواد، عليهم أن ينتبهوا لما يقولوا، لأنه يجب أن المسألة تكون مسألة وعي،
لا تطرحن سيد الشهداء طرحا خرافيا منفرا، لأن الإمام سلام الله عليه يملك جاذبية خطيرة عظيمة جدا. تلاحظ حضرتك جاذبية سيد الشهداء جاذبية فعالة خطيرة، وهو فعال إلى اليوم، يستقطب الناس والناس تتأثر به. شقد ناس دخلوا للإسلام من خلال حبهم وتأثرهم بسيد الشهداء، شقد ناس راحوا إلى مذهب أهل البيت وطريقة أهل البيت نتيجة تعلقهم بسيد الشهداء. رحم الله وحفظ الله هذا الإدريسي اللي كاتب من المغرب لقد شيعني الحسين، وفد ناس هواي طبعا اللي ما كتبوا أكثر ممن كتبوه تأثروا بالحسين سلام الله عليه. ولذلك مرة ذكرت أنا هذا أحمد شقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الأول قبل ياسر عرفات، عنده مذكرات مات سنة 80 ميلادي. أحمد شقيري يقول رحنا للصين التقينا بماو مؤسس الشيوعية الصينية، قلنا له كيف استطعت أن تخرج الإنجليز وتقيم دولة عظيمة مثل الصين، علمنا كيف حتى احنا نقيم دولتنا. قال أنا تعلمت منكم يا عرب يا مسلمين، أنا منكم تعلمت الثورة ورفض الظلم. كيف؟ قال بقائد عربي ثائر اسمه الحسين، قريت قصته انعجبت به. يقول لأحمد شقيري فخجلنا من أنفسنا، خجلنا احنا رايحين لهذا الصيني الشيوعي نقول له علمنا الثورة علمنا شلون، هو يقول تعلمت منكم. منو؟ قال من الحسين، أنا قريت قصة ثائر عربي حر، ها هو خلانا شجعني على هاي الثورة. يقول فخجلت من نفسي خجلنا. لاحظت شلون يا سيد الشهداء وجاذبيته وقابليته، واحد لا يلتقي معه بلغة ولا دين ولا جغرافيا يلتقي مع الحسين بالثورة بالحرية أم يجي واحد ابن شيعي، شيعي ابن شيعي حسيني ابن حسيني، ها ويأخذ ما آخذ ابنه يأخذ ما آخذ أخر. ليش الآن أنت أقم عليه الحجة وألقيه بهذه المجالس؟ لاحظ حضرتك أقم عليه الحجة وأخرج وأفرغ مسؤوليتك من تكليفه من خطاب الله لقوا أنفسكم وأهليكم وخليه هو يختار، هو يختار. ولكن لا تزهدن في الحضور، لا تزهدن، لا ينبغي أن الإنسان يزهد في هاي المظاهر. يعني شقد جميل تخلي لك فد راية سودة ببيتك، خلي ابنك كل يوم يشوفها هاي لمدة 10 أيام تتعلق ببيته، شنو هاي الموضوع؟ جميل أن تلبس سواد على الحسين سلام الله عليه، أنت وعيالك 10 أيام البس سواد في بيتك، خلي أولادك يعرفون عندهم حزن، عندنا استنفار 10 أيام. رحم الله الإمام الخوي العظيم قدس الله روحه آية الله العظمى سيد الخوي، كان رضوان الله عليه يلبس سواد شهرين محرم صفر، وكان أيضا شي يسوي قبل محرم يحلق شعره، لأن شهرين ما يحلق شعره حزنا عزيز الشهداء لا يكون هاي بعنوان زينة حلق الشعر، كان يحلق قبل محرم لأن راح يبقى شهرين. هو لذا عياله وأولاده وأحفاده عياله يعني أولاده كانوا يتعلمون هاي السيرة من عنده رحمة الله عليه، يعني يقول للحزن على الحسين يحلق قبل محرم شهره، بعد ما يحلق لمدة شهرين شهر صفر حزن ناجز المرجع الكبير الأعلى الإمام الخوي يعني. بالتالي لا تخلي محرم يدخل ويطلع ولا أمره لا يعنيك، لا ادخل حالة استنفار حزن عظيم، خلي هذا الطفل يتأثر، لازم يتأثر بهذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصل اللهم على محمد وآل محمد.